بالنسبة للعلك اللي هو اللبان، الأولى أن تبتعد عنه، الأولى أن تحترز منه، لأنه في الأصل لا يفطر إلا إذا نزل منه شيء إلى الجوف، إذا كانت له رائحة نفاذة أو تفتت منه شيء ونزل هذا يفطر، والأولى أن تتركه في نهار رمضان. ومنه أو وكذلك معجون الأسنان، المعجون في ذاته لا يفطر، يعني لو استخدمت المعجون لا يفطر معجون الأسنان إلا في حالة واحدة، أن ينزل منه شيء إلى الجوف، أو إذا كان ذا رائحة نفاذة تصل إلى الجوف وتستشعرها أنت، فالأولى ألا تستخدمه وأن تستعمل السواك وأن تقتصر عليه. الأولى أن تبتعد عن معجون الأسنان في نهار رمضان، لا سيما إذا كان ذا رائحة نفاذة قد تصل إلى الجوف.